بالنسبه بقى لاحمد عيد، احمد عيد المفروض جاي لنادي انبي اعاره سنه بنيه البيع. طيب هل احمد عيد دلوقتي من حق نادي انبي لو فعل البند دفع الفلوس هيبقى خلاص لعب نادي انبي، ولا لازم بترجع للاعب، ولا لاعب ما مضاش عقد اصلا نادي انبي؟ بص احمد عيد حاله خاصه برضه، وبالمناسبه حاله خاصه مش عن بيت، مش كوره، انا ما بتكلمش على الكوره، انا بكلمك على الاجراءات اللي حصلت. يعني احمد عيد احنا خدناه في الاول، طبعا انا ما فيش اي مشكله بيني من الزمالك خالص، الزمالك تربطت بيه علاقات محترمه جدا زي لسه الاهلي، لسه بقى مصطفى شلبي، لا 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 زي الاهلي زي فيتشر، يعني احنا علاقاتنا بتبقى منضبطه ومحترمه جدا مع كل النوادي. بس احمد عيد عمل حاجه انا شايف ان لازم النوادي تخلي بالها منه. طبعا احمد عيد احنا لما خدناه من الزمالك ما كانش بيلعب، ده حقيقة بقى له سنه ونص، ما واللي فيه احمد راح كذا عرس، راح الاسماعيلي، راح طلع الدش، ما فيش اي حاجه. اللي فيه احمد عيد من النجاح بسبب ام بي، خلاص ده حاجه على جنب كده، ودي برضو من ضمن الهويه بتاعت ام بي انها بتعرف تطلع من اللاعب اللي هي عايزاه. خلاص احمد عيد لما جينا ناخده اعار، هو الولد كان بينه سنه في الزمالك، ما مضاش تجديد. المفروض ان انا لما بيجي عندي لاعب هيطلع اعاره زي جنس مثلا كده، لو ليه سنه بمضيه، هو اي نادي عموما بيعمل كده، انت طالع سنه هتمضيك سنه. فالولد ابتدى لا اتبقى السنه، يعني كان بينه سنتين، في سنه هتروح اعاره وخلوها كده خلاص. يعني كده احمد عيد فاضل له في الزمالك سنه لازم يجدد، يعني هو في ده المهم في الموضوع. حلو. مش مهم احمد عيد، يعني احمد عيد في يناير الجاي الزمالك ممكن يقدر يمضي لاي اذا ما مضاش مع الزمالك خلاص. وده اللي انا بتكلم فيه، مش مهم احمد عيد هيلعب في ام بي ولا يلعب في الزمالك. احنا المفروض ان احنا بنعمل كوادر، واحنا في دوري محترف، واحنا المفروض ان احنا بنعلم كل اللي في المجال اصول الشغل عامل ازاي. فاحمد عيد عمل حركه، طلع باوبشن تو باي وماضي في العقد بتاع الاتحاد، في شرط اضافي كده في الاتحاد اللي هو بيتوسخ في الاتحاد، موافق انه ينتقل انتقال نهائي لنادي ام، والزمالك موافق. بس المفروض ان هو لما بيجي لي بيمضي عقد منفصل. الولد جه اللي عمله مع الزمالك عمله معايا، لقيته بيقول لي بس اديني شهرين انا بس بفكر، انا ماشي اشتغل. واشتغلنا معاه بمنتهى الطرفيه ومنتهى الاحترام. مش مثلا معلش ممكن اسالك سؤال؟ ممكن هل انت ساعتها فكرت اللي هو عادي ممكن اصلا ما ينجحش؟ يعني بمناسبه ان تجاربه اللي قبل كده كانت تعتبر ما نجحتش خالص. ما انا واخده. طب ما انت ليه بقى ما خليتوش يمضي؟ ما هو قال لك اصبر عليا شويه استناني. طب هو اللعيب ما يقول كده انت ممكن عادي تستنى عليه؟ ما هو احنا بنتعامل، بص يا حامد، والله نادي انبي مختلف. يعني انا كلمت الولد نفسي قبل ما يطلع، يا حبيبي انت خلاص، انت المفروض هتطلع المغرب وهترجع خلاص، طب اديني فرصه بس. رفض زي. لا يا ريته رفض، على فكره انا ما عنديش مشكله انه رفض لانه من حقه يرفض، انما ما ينفعش يبقى ده الاسلوب. فعايز سايب رابط هنا في ام بي ورابط هنا في الزمالك، ودي طريقه، دي طريقه لولا ان اداره الزمالك واداره ام بي، وانا بقول لك ده اللي هيحصل عمرنا ما هنختلف. لازم اللاعب يعرف كويس جدا ان ليه دور، لما يتعداه لازم هيتعاقب، لازم. وانا عايز اقول لك على حاجه، ودي حقيقه لازم كلنا نقر بيها. انا بعت للزمالك وبعت الاستاذ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد جواب ان انا بفعل بند الشراء. طب هو بند الشراء كام تدفع، كام عشان تفعل؟ 3 مليون.